جلس وهي الحملة الرابعة التي تقوم تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، ومن خلالكم نتوجه بالشكر الجزير لمنظمة الصحة العالمية على مساعدتنا لإيجاد مخزون من الدم للاحتياج الكبير في المستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية نتيجة للأحداث التي تمر بها بلادنا، وأيضا لتوقف بنوك الدم بجميع المستشفيات الحكومية نتيجة لانعدام المواد أو وعدم قدرتهم على الاستمرار. الساعة كم؟